السلام عليكم. حرب في السياسة، سلم في الرياضة، هذه هي حال اثنتين من كبريات عواصم المغرب العربي. أتحدث عن الجزائر والرباط. عقود من العداء السياسي والحروب والشكوك المتبادلة راكمت بين العاصمتين جبلا من الجليد السياسي، يتساءل الناظر إليه أن لهذا الجبل أن يزول. الجواب أو طرف منه جاء بلسان رياضي مبين: دعم جزائري على أعلى مستوى لملف المملكة المغربية في سباق استضافة نهائيات كأس العالم لعام 2026. وبالرغم من أن المغرب أخفق في الفوز الذي ذهب إلى ملف مشترك أبطاله الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بالرغم من ذلك فإن منطق التفاؤل بكسر جليد العلاقة بين الدولتين العربيتين الكبيرتين كان أكبر من أكبر الفائزين في السباق. فهل تفعل الرياضة ما عجز عن فعله سواها؟ محاولة الإجابة عن السؤال تأتيكم بعد التقرير. لعلها الساحرة المستديرة فعلا لا قولا فقط، فكم من علاقات سياسية متوترة بين دول أصلحتها كرة القدم، وكم من علاقات سياسية قطعت كذلك بسببها، بل إنه في بعض الأحوال قامت حروب جراء مبارياتها، كما حدث بين السلفادور وهندوراس عام 69. العلاقات الجزائرية المغربية المتوترة أصلاً منذ سنين طويلة تلقت دفعة إيجابية قبل أيام بعد تصويت الجزائر لصالح الملف المغربي المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل استضافة مونديال 2026. وعلى الرغم من فشل ملف المغرب مقابل فوز الملف المشترك لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إلا أن الدعم الجزائري للمغرب ربما يمثل انطلاقة جديدة في العلاقات بين البلدين، وإن بدا ذلك الدعم في رأي البعض رياضيا فقط. بوادر التطور الإيجابي في العلاقات المغربية الجزائرية بدت في شكر قدمه وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إلى السلطات الجزائرية، أعقبه أنباء تداولتها صحف جزائرية بشأن تقديم ملف مغاربي مشترك بين تونس والجزائر والمغرب لاستضافة كأس العالم عام 2030، غير أن هذه الأجواء التفاؤلية لم تقنع بعض المراقبين الذين يرون أن مشكلات العلاقات العربية أعقد من أن تحلها الرياضة، بل على العكس من ذلك، فالتاريخ القريب يروي كيف نشبت أزمة سياسية كبيرة بعد أحداث شغب أعقبت مباراة في كرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر عام 2009، وكادت أن تتحول إلى مواجهة دموية بين جماهير الفريقين. وبين المتفائلين والمتشائمين تبقى العلاقات المغربية الجزائرية والعلاقات العربية بصفة عامة رهن وجود إرادة سياسية تعلو فوق الخلافات وتعلي من قيم الأخوة العربية والمصير المشترك. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوف الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ محمد وعراب، الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، ومن اسطنبول معي زهير عطوف، الباحث والمحلل السياسي، كما ينضم إلينا عبر سكايب من فاس المدينة المغربية فتحي المسعودي، الخبير في الشؤون المغاربية. أهلا بالجمع الكريم. الأقربون أولى بالمعروف. محمد، لماذا اختارت الجزائر أن تصوت لمصلحة المغرب بالرغم من أن المعطيات كانت تشير إلى تفوق الملف المشترك، يعني الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين كان هناك شعور لدى الأوساط الرياضية بأنهم يعني سيفوزون بالسباق، لماذا اختارت الجانب الخاسر الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة الكريمة. أهلا وسهلا. والله أنا أتصور أن السؤال الذي يجب أن يطرح وهو لماذا لا تصوت الجزائر على الملف المغربي، لأنه هذا هو الأصل. الأصل أن الدول العربية تقف مع بعضها البعض على الأقل سيدي في مثل هذه المحطات. احنا كان عندنا ملف واحد وهو الملف المغربي. الملف المغربي كان يمثل افريقيا، كان يمثل العالم العربي، كان يمثل اكثر من جهه. الاصل ان كل الجهات هذه التي تشترك مع المغرب، سواء تشترك معه دينيا او تشترك معه اقليميا او جغرافيا، الاصل انها تصوت لصالح الملف هذا، سواء كان حظوظه في الفوز كبيره ام لا. وهذا هو الامر الذي تتبع به الجزائر. لكن نحن نتحدث بلغه الواقع. الواقع نعم. سبع دول عربيه اختارت مصلحتها، تصرفت بشكل
بشكل مصلحي أو براغماتي وصوتت لصالح أمريكا والمكسيك وكندا، لماذا اختارت المغرب الطرف الخاسر مسبقا؟ لا، هو هذا هو الشاذ. الشاذ هو أنه تكون هناك دول عربية مع الأسف، يعني تتكلم بلغة أنه دول لا تبحث عن مصالحها، وعلى قضية أنه الذي يتكلم على شيء اسمه الوحدة العربية أو التضامن العربي فكأنما يتكلم على السراب. هذا هو الشاذ، وهذا هو الذي لا يجب أن يقاس عليه. أما الأصل هو الموقف الذي اتخذه الجزائر. الجزائر رغم كل العيوب أو رغم كل الأمور التي ممكن نتكلم عليها سواء سياستنا داخليا أقصد، ولكن تبقى الدبلوماسية الجزائرية في معظم خياراتها ومعظم قراراتها تبقى مشرفة جدا، بحيث أنها دائما كانت مع الإجماع العربي، كانت دائما مع الإجماع الإفريقي، يعني لم تخرج عن هذا الإجماع سواء بميلان يعني لطرف أو لآخر. محمد، أفهم من كلامك أن هذا القرار هو قرار سياسي وليس رياضي؟ طبعا القرار هذا السياسي مش يعني هذا قرار هو يتناغم، يعني هو جاء في إطار طبيعي لمسار الدبلوماسية الجزائرية سابقا. يعني لو نذكر أكثر من موقف يعني الجزائر سابق، الجزائر عدو لدود المغرب سياسيا، كيف جاء متناغما مع الدبلوماسية الجزائرية؟ لا، لما تكلم عن الدبلوماسية الجزائرية أنا لا أحصرها فقط بعلاقة الجزائر بالمغرب. الدبلوماسية الجزائرية هي المواقف الجزائر. نعم، أنا لما أتكلم على المواقف الدبلوماسية للجزائر أنا لا أحصرها في زاوية المغرب فقط وأقول باللي ترى باللي الموقف بالجزائر والمغرب هو الذي يمثل الدبلوماسية، هذا غير صحيح. أنا أتكلم عن المواقف بشكل عام، حتى على المواقف بشكل عام هذه الجزائر دعمت ملف المغرب في 2010 والان تدعمه في 2026، واذا المغرب قدم ملف اخر انا اتصور انه سوف تدعمه مره اخرى، لانه مثل هذه المواقف تسمو على اي اشكال خارجي. يا محمد في لغة السياسة، وأنت ناشط سياسي، في لغة السياسة تحتر البراغماتية المصلحية وتغيب المثالية. طبعا أكيد الجزائر في النهاية دولة تبحث عن مصالحها. أكيد طبعا. إذن لماذا اختارت أن تصوت المغرب وهو العدو السياسي التقليدي اللدود منذ مرحلة التحرر من الاستعمار أو من الاحتلال الفرنسي؟ يعني فضلت الذهاب بعيدا مع المغرب في ملف كأس العالم، ما دوافع الجزائريين في ذلك؟ وأنت لم توضح لي إذا كان القرار سياسيا أم رياضيا بحتا. نعم، شوف سيدي، حتى نضع الموقف، يعني الموقف في حجمه الطبيعي، يعني مساندة الجزائر لملف المغرب هذا لا يعني أنها قامت بشيء خارق للعادة أو أنها تحدث أمريكا بالمقابل، لا، هي خيارات طبيعية. الجزائر في مرت بأكثر من خيار سابق ودائما وقفت مع مبادئها، نتكلم عن السياسة الخارجية، مع مبادئها المعروفة واللي فيها أكثر، يعني لو أبدأ أتكلم عن الأدلة في أكثر من 5 أو 6 أدلة حديثة يعني أستحضرها الآن. هذه الأدلة تقول أن الدبلوماسية الجزائرية رغم كل ما يقال عن النظام الجزائري إلا أنها بقيت، يعني حتى المعارضة داخل الجزائر يعني إذا ممكن هناك شيء ممكن أن توافق عليه مع السلطة داخل الجزائر هي مواقف السياسية في مجملها الدبلوماسية المشرفة. لم آتي بعد إلى الحديث عن الدبلوماسية الجزائرية. ثمة من المراقبين الجزائريين قبل أن أذهب إلى إسطنبول، ثمة من المراقبين الجزائريين من قال، دقق في هذا الكلام، من قال إن الاتحاد كرة القدم الجزائري نجح في الفصل ما بين السياسة والرياضة، تعليقك على هذا الكلام؟ أنا لا أؤمن أن هناك فصل بين السياسة والرياضة، سواء محليا، سواء في دولنا العربية أو دول أوروبية أو حتى في الفيفا. ما لا، في تصوري هذا وقناعتي أنه لا يوجد شيء اسمه فصل بين السياسة والرياضة، والأدلة على هذا لا تعد ولا تحصى. فأكيد القرار هذا في النهاية هو قرار سياسي، هو قرار تأخذه السلطة السياسية في الجزائر، وعلى جاء على لسان وزير الشباب والرياضة في ذلك الوقت الذي دعم أو الذي صرح أن الجزائر تدعم الملف المغربي وتمشي مع الملف المغربي إلى نهاية المطاف، وتم تكليف أو تم تكليف النجم كرة القدم الجزائرية السابق الأخضر باللومي بأن يكون سفيرا أو ممثلا للجزائر داخل الملف المغربي هذا. هذا ما أريد أن أسأل عنه زهير عطوف في إسطنبول. زهير، يعني بناء على أو عطفا على ما قاله محمد معي في الاستوديو من أن هذا القرار هو في نهاية المطاف قرار سياسي، لكن الجزائر سبقت هذه الخطوة بسلسلة إجراءات كانت ذات دلالة حقيقة، عندما استجابت رئاسة الجمهورية الجزائرية لطلب مغربي رسمي بأن يكون النجم الجزائري الكبير الأخضر البلومي هو سفيرا للملف المغربي في هذا السباق، قبلت ذلك. في أي سياق يمكن قراءة هذا الموقف الجزائري الرياضي؟ في أي سياق تقرأه كمتابع وباحث سياسي؟ نعم، أولا نشكركم على الاستضافة الكريمة. لا شك سيدي الفاضل أن الدبلوماسية الرياضية قادرة على تخفيف التوترات السياسية. اليوم في اعتقادي أن الجزائر بموقفها المتميز، موقفها التاريخي إن صح التعبير
في دعمها للملف الترشح المغرب لكأس العالم موقف تاريخي. لماذا؟ إذا أخذنا موقف الجزائر في السياق العام العربي والسياق العام الدولي، نلاحظ مثلا مجموعة من الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، نلاحظ أنها كانت يعني أو لم تدعم الملف المغربي، بالعكس أننا لاحظنا أن هناك تراكم سلبي في دعمها للملف الأمريكي. لاحظنا التغريدات التي قام بها تركي آل الشيخ، هذا رئيس الاتحاد السعودي، عندما غرد بأنه لن ندعم المغرب، واستقبل رئيس الاتحاد الأمريكي الذي أعطاه يعني دفعة بأننا سنرشح الملف الأمريكي المشترك، ثم أتت النتيجة هو التصويت ضد المغرب في الكونغرس الريادي العالمي. الجزائر حقيقة كان عندها تراكم إيجابي عكس التراكم الذي فعلته الدول الخليجية، بالعكس لاحظنا أنه تعيين كما قال الأخ الكريم ضيفك الكريم، أن هناك تعيين للبلومي، هذا الأسطورة الجزائري البلومي الخضر، تعيين سفيرا لكرة القدم المغربي من أجل ترشيح المغرب لهذا الكأس العالم. وأيضا هناك كما قلت سيدي الفاضل أن الرئاسة في الجزائر دعمت هذا الملف، بمعنى أن هناك تراكم إيجابي أتى، النتيجة بتاعه كانت الدعم الكامل للملف المغربي. فاعتقادي أنه بغض النظر عن الحيثيات، فاعتقادي أن الرياضة ممكن أن تكون سببا من أسباب تقريب ما بين هذا ما بين هذا يعني زهير، هذا ربما نرحل الحديث عنه مدى إمكانية أن تصنع الرياضة هذه الصناعة يعني في التقريب بين الدولتين إلى مرحلة متقدمة من الحوار، لكن هل توافق على أن دعم الجزائر للمغرب هو قرار في نهاية المطاف قرار سياسي ولا دخل للرياضة فيه، يعني ليس المسؤولون الرياضيون هم الذين قرروا هذا القرار؟ والسيد الفاضل، هو صعب أن نفصل السياسة عن الرياضة، عبر التاريخ كانت دائما السياسة والرياضة متلازمتان. آخر مثال على ذلك هو القمة الأخيرة التي كانت بين ترامب ورئيس كوريا الشمالية، هذا سبقه لقاء آخر كان في كوريا الجنوبية التي نظمت أولمبيات الشتوية، كان هناك يعني لقاء ما بين الكوريا الشمالية والجنوبية في لقاء مشهور تداولته جميع وسائل الإعلام العالمية، ثم كانت النتيجة هو أن التقاء الرئيس ترامب مع رئيس كوريا الشمالية. أيضا عندما نرجع أيضا للملف المشترك الأمريكي الذي كان ما بين كندا وأمريكا والمكسيك، نعرف الخلافات الآل جذرية بعد ما جاء ترامب بين المكسيك وأمريكا، رغم ذلك هذا الخلاف الكبير، رغم ذلك اشتركوا في ملف واحد. لا القياس ربما يكون القياس زهير، ربما يكون القياس خاطئا، لأن في أمريكا وكندا والمكسيك ثمة مؤسسات هي التي تتصرف، ثمة استقلالية للقرار الرياضي هناك. دعني أذهب إلى فاس في المغرب مع فتحي المسعودي. فتحي، يعني أنت من خارج الصندوق يمكنك أن ترى رؤية ربما تكون من زاوية أوسع. الجزائر محاذية للمغرب، وتنظيم المغرب لكأس العالم يعود بالفوائد الاقتصادية والسياحية ودر الأموال على الجزائر، لا شك في ذلك، وبالتالي هل يمكن فهم القرار الجزائري أو الدعم الجزائري لملف المغرب أنه نابع من رغبة في تحقيق مصالح اقتصادية أم أنه غزل سياسي ولكن بلغة برسائل رياضية؟ اهلا وسهلا استاذ جهاد، شكرا لك، واهلا بضيوفك الكرام ومشاهديك الاعزاء. وفي الحقيقه دعنا نقول في البدايه ان العلاقات المغربيه الجزائريه تمر بازمات منذ اكثر من 4 قرون، والمشكله حول الصحراء الغربيه حقيقه، ودعم الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري لجبهة البوليزاريو منذ اكثر من 4 قرون. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية اخي جهاد، المسألة لا تعود إلى هذا الشهر والتصويت، هي تعود إلى شهر نيسان الماضي عندما طلبت المغرب أو الاتحاد المغربي لكرة القدم من الأخضر بلومي، وهو أحد نجوم كرة القدم في الجزائر وفي العالم العربي حقيقة في فترة الثمانينات، طالبت منه أن يكون أحد سفرائها للترويج لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026. ولكن في تلك الفترة البلومي كان مترددا وقال أنا أمثل يعني الجزائر ومثل الحكومة الجزائرية، إن سمحت لي فأنا على استعداد، وإن لم تسمح فبالتالي سوف يعني أكون غير موافق. ولكن أيضا كان هناك نوع من التراشق ربما بالألفاظ بين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي كان في الدار البيضاء في تلك الفترة، وأعلن مساندة الاتحاد الجزائري لكرة القدم لترشيح المغرب
ولكن أجابه وزير الشباب والرياضة الجزائري في تلك الفترة معلن أن هذه المسألة هي مسألة سياسية وتعود إلى الحكومة الجزائرية. ولكن طبعا جاءت الموافقة الجزائرية في 28 من شهر 3 جاءت عن طريق الرئيس الجزائري وتفليق بمساندته لترشيح المغرب، وبالتالي رخض البلومي أصبح أحد السفراء. فبالتالي المسألة سياسية بامتياز، عندما نقول بامتياز نقول أن الرئيس الجزائري بنفسه تدخل، وحتى الرئيس الأمريكي عندما تدخل وقال أنه الذين يجب على هذه الدول التي نحن نساندها أن ترشح وتقف إلى جانب الترشيح المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. ماذا تريد الجزائر من هذا القرار، من هذا القرار السياسي كما وصفته؟ ماذا تريد الجزائر؟ الجزائر أولا، لعل الجزائر الشعب أولا، هذه الشعوب المغاربية والشعوب العربية في كثير من الأحيان علاقات أخوية وعلاقات مشتركة. وأنت أخي جهاد لو تشاهد تشجيع الشعب المغربي الشعب الجزائري لفريق كرة القدم المغربية، ويعني بهذه المناسبة نحن حقيقة فيه فرحة كبيرة بما يقدمه الفريق المغربي، رغم أنه انسحب من التصفيات وانسحب من الدور الأول، ولكن قدم كرة مشرفة للكرة العربية والكرة المغربية والمغاربية بشكل عام. ونتمنى على تونس أن يعني ربما تنقذ صورة كرة القدم العربية. ولكن الجزائر الشعب الجزائري لا يمكن أن يوافق على أن لا توافق الحكومة الجزائرية على ترشيح المغرب لهذا الأمر، لأنه الحكومة الجزائرية أيضا تنظر إلى الشعب الجزائري بعين الاعتبار في هذه المسألة، والجزائريون بشكل عام لهم هذه النخوة العربية ربما على عكس بعض لا نقول للشعوب الأخرى، ولكن على عكس بعض الأطراف الأخرى التي ربما في التويتر كانت تقول. لكن فتحي معذرة يعني في هذا القرار، أريد أن أبقى في إطار السؤال ذاته، يعني في هذا السياق أين الرياضة وأين السياسة فيما ذهبت إليه الجزائر؟ لو أوجزت لي الجواب. يمكن أن نفرق بين الرياضة والسياسة في هذا الوقت الآن، وخاصة فيما يتعلق بكرة القدم وبتصفيات كأس الأمم في باحتضان كأس العالم والألعاب الأولمبية. السياسة تلعب دورا كبيرا، لم تعد الرياضة مجرد رياضة، هي الرياضة في أصل حدوثها أن تقرب بين الشعوب والأفراد، هي أن تقرب بين الثقافات. ولكن الآن الرياضة أصبحت في صلب السياسة، أصبحت هي السياسة، لا يمكن أن نفصلها عن السياسة وعن الاقتصاد وعن الاجتماع وحتى على الحالة النفسية. أنت عندما يعني أعتقد الجزائر في ترشيحها هي لا يمكن أن تقف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لها خصومات مع أمريكا في كثير من القضايا، ودائما الجزائر يعني في تنافس مع خاصة دول الخليج التي ربما أرادت أن تسلك مسلكا مخالفا لما فعلته العربية السعودية والكويت والبحرين والإمارات والدول الأخرى التي لم تصوت لصالح المغرب. نعم الجزائر كان موقفها سياسي، ولكن ربما نعود بعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى. هذا كان وقع في شهر مارس. نعم فتحي، ريثما يأتي ذلك الوقت. وقبل أن أذهب إلى الفاصل، محمد، أنت يعني وضعت هذا القرار في سياق سياسي وقلت بأنه لا يمكن الفصل. السؤال هو ما الرسائل السياسية التي تريد الجزائر العاصمة تمريرها إلى الرباط من وراء هذا القرار؟ في تصوري الجزائر أردت إرسال رسائل مش فقط للرباط، وإنما لكل لأكثر من طرف. الرسالة الأولى هي على أن الدبلوماسية الجزائرية الخارجية على الأقل هي ثابتة على مبادئها المعروفة سابقا، وهي أنها تقف مع حيزها أو مع الإجماع العربي، حتى وإن خرجت مجموعة منه الآن ما صارت تتكلم عن الإجماع هذا، ولكن الجزائر وفية للأمر هذا أولا. ثانيا، لكن الجزائر لم تكن دائما مع الإجماع العربي في قضايا الصراع مع إيران، هي اختارت الحلف الإيراني في أكثر لم من تختار مرة. الحلف نعم هي أقامت علاقات استراتيجية مع إيران طبعا في أكثر من. شوف سيدي، إذا كنا نتكلم علاقات استراتيجية يعني مع إيران، ما في دولة عربية عندها علاقات استراتيجية مع إيران زي الإمارات، يعني عشرات ملايير الدولارات بينهما ذهابا وإيابا اقتصاديا وتجاريا. نعم. يعني إذا أردنا نتكلم علاقات العربية مع إيران فهذا يحتاج إلى 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 حلقة كاملة. نعود إلى الرسائل. نعم فرجع. هذا أولا. ثانيا، الرسالة الثانية هي على الأصل، وهي رسالة داخلية للشعب الجزائري، هي على أساس أنه مهما يعني مهما ضاقت الأمور، مهما كان
هكذا نحن نقف مع المغرب، نحن نقف مع جيراننا، لسنا سبب في اي اشكال، او نحن هذه بديره حسنه في اتجاه المغرب، ترى أن نحن نساعدكم ندعمكم. يعني ممكن ان نصل، ممكن ان نصل الى توافق مستقبلا، لما لا؟ يعني وقفنا معكم اليوم في هذه، ممكن بعدين نفكر في شيء اكبر من هذا. فتصور فهذه هي اهم رسالتين كانوا من طرف وراء دعم الجزائر للملف المغربي. نعم، يعني سنبحث تفاصيل هذا وجذور الخلافات التاريخية بين الطرفين، ولكن بعد العودة نتابع الحديث بعد الفاصل. أسعدكم الله، ما زلنا معا في الحديث عن مستقبل العلاقة بين الجزائر والرباط. زهير، يعني في هذه المرحلة بالذات ماذا يريد المغرب من الجزائر في هذه المرحلة أتحدث؟ هل يكفي دعم ملف المغرب في مسابقة كأس العالم لإزالة كل هذا الاحتقان بين الطرفين بين البلدين؟ أظن أن هذه نقطة من النقاط الإيجابية، يعني ليس فقط هذه نهاية التاريخ، وإنما في اعتقادي أنها نقطة من النقاط الإيجابية التي تحسب للمغرب والجزائر في من أجل تطوير العلاقات يعني السياسية التي تضررت بشكل منذ زمن بعيد، أكثر من 40 سنة من التوتر ما بين المغرب والجزائر، الحدود المغلقة ما بين الجزائر والمغرب منذ 1994 أكثر من 24 سنة وهي مغلقة. اليوم في اعتقادي أن الشعبين من خلال هذا، من خلال حدث تنظيم كأس العالم، نلاحظ أنه على مستوى السوشيال ميديا. يعني معذرة عن المقاطعة، يعني بعيدا عن الشعبين نتحدث، أنت تعرف أن القرار في العاصمتين، في القصرين الرئاسيين أو الملكي والرئاسي. السؤال هو المغرب ماذا يريد من الجزائر في هذه المرحلة حتى يزيل أسباب القلق؟ أنت تعرف أن هناك تفوق استراتيجي في السلاح، في ترسانة الأسلحة لدى الجزائريين، يستثمرون أموال طائلة في شراء الأسلحة، والآن هناك تفوق استراتيجي في السلاح على المملكة المغربية، وهذا ما دفع المغرب إلى إقامة تحالفات كبيرة وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تريد المغرب من الجزائر حتى يعني يخف القلق من هذه الدولة، من الجارة؟ وعلى العموم سيدي الفاضل، هو المغرب دائما كان هو دعا وسباق لفتح حدود من بين المغرب والجزائر. اليوم يبدو أنه الآن ما زالت الأوضاع لم تتحسن، يبدو إلى اتخاذ هذا القرار من يعني فتح الحدود. يكفي سيدي الفاضل أنه مثل مدرب مثل الزاكي الذي كان يدرب بالوزداد العام الماضي طلب من وزير الخارجية الجزائر أظن أنه يتم فتح الحدود ما بين المغرب والجزائر، وهنا نتكلم عن الرياضي وعلاقته بالسياسي. اليوم لا يمكن مثلا بهذا الشكل، يعني اليوم المغرب الجزائر تدعم المغرب فيها في تنظيم كأس العالم، أننا نتكلم على تحسين الطب وتطوير العلاقات كلها، لا، الأمر يحتاج إلى تراكم إيجابي مهم جدا، لأن التراكم التاريخي للأسف الشديد للتوترات ما بين البلدين صعب أن يتم تجاوزه في لحظة من اللحظات. وإنما في اعتقادي أنه المغرب تعرف أنه عدم تنظيمه لكأس العالم 2026 دعا إلى تنظيم كأس العالم 2030. في اعتقادي أنا الشخصي أنه المغرب لابد أن يحاول ما أمكن أن يشرك الجزائر على الأقل وتونس من أجل أن نتجاوز هذه الخلافات السياسية التاريخية. في اعتقادي أن الرياضة من هذا المنحنى ممكن أن تقرب أكثر ما بين البلدين، لأن تعرف أن المردودية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والسياحية بالنسبة لتنظيم كأس العالم تكون كبيرة جدا، وممكن أن يكون هذا التنظيم كأس العالم بتاع 2030 إذا شاركت هذه الدول بالثلاث ممكن أن يكون إحياء جديد للاتحاد المغرب العربي. فاعتقادي أنه من هنا نتكلم على السياسة ومدى تأثيرها في الرياضة. طبعا حال الامر لن يتم حله هكذا بليلة وضحاها، ولكن يحتاج باعتقادي الى نوع من تجديد العلاقات بشكل تراكمي. نعم، يعني اريد ان اعود مره اخرى لان لدينا اشكال خلل بسيط في السكايب، اريد ان اعود اليك مره اخرى. يعني الجزائر دعمت ملف استضافه كاس العالم للمغرب، هذا صحيح، ولكن من ناحيه اخرى بنت ترسانه اسلحه قويه، يعني وهذا ما يخيف المملكة المغربية.
كيف يمكن الموازنة بين إذا صح التعبير جزرة رياضية وعصا عسكرية وسياسية للمغرب؟ كيف يمكن الموازنة بين هاتين السياستين؟ أتصور أنه سباق تسلح بين قوسين إذا 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 صح التعبير هذا موجود عند كل الدول، مش فقط موجود عند الجزائر، معنا على غيرها. والجزائر إذا سعت إلى تجديد سلاحها وتطوير جيشها فهذا مش لأنها متخوفة من المغرب، يعني لا أتصور هذا تماما. لماذا تبني ترسانة؟ يعني ليس لها لديها أعداء صحيح، ولكن تستثمر أموالا طائلة على حساب من يقول من المعارضين، على حساب الشعب الجزائري الذي كثير منه يعني يبحث عن لقمة العيش. فلماذا كل هذه الأموال تستثمرها إذا لم يكن من أجل المغرب؟ لا، مش من أجل المغرب تماما أبدا يا رجل. احنا الذي بيننا وبين الجزائر وبين المغرب لم يصل في مرحلة، يعني مرحلة واحدة فقط، مرحلة واحدة فقط، هي في سنة 1963، يعني قبل أكثر من 40 سنة. ثم بعده كانت يعني هي ركود سياسي، مش عداوة سياسية حقيقية. يعني لم يحصل التلاشق لا قدر الله بين الجزائر تدعم البوليساريو وتحارب المغرب بالوكالة في النهاية. لا، هذه قضية دعم البوليزاريو الجزائر البوليزاريو في تصوري هذا هو امتداد أيضا لتراكم الدبلوماسية الجزائرية، اللي هي دعم أو مساندة أو تصفية ما يسمى بتصفية الاستعمار أو ما تبقي من استعمار. لأنه الجزائر ترى أنه الذي حصل في السبعينات من القرن الماضي، نزول المغاربة إلى الساحة الغربية، هي تراه أنه هذا استعمار أو هذا نوع من الاستعمار، تمام؟ في نفس الوقت المغرب ترى أنه هذا حقها، نحن لا نختلف على هذا. فلكل دولة عندها لديها رؤيتها ولديها قوانينها ولديها مبادئها التي تبني عليها سياستها الخارجية. فالخلاف الحقيقي أتصور هو أنه هنا. ولكن أنا في تصوري أيضا أنه مهما كان الخلاف هذا، يعني لا يجب أن يصل إلى درجة أن تقطع العلاقات لمجرد إشكال واحد. الأصل أنه الإشكال هذا حقيقي موجود بين الجزائر وبين المغرب، حقيقي موجود. الأصل نضعه إلى جنب أو نتركه أو ننزله من الأولوية الأولى إلى أولوية ثالثة وأولوية رابعة، وندفع في ملفات أخرى. لأنه الوضع الحالي، غلق الحدود مثلا، التأشيرات بين الدولتين أمر ثاني، السجال الإعلامي مرة على مرة بين الجزائر بين الإعلام الجزائري وبين الإعلام المغربي، هذه أمور غير طبيعية، وهذه حالة غير طبيعية يجب أن تحل. نحن توقعنا أو مش توقعنا أنه دعم الجزائر للملف المغربي في المونديال، سواء المونديال 2026 أو لما لا طموح في ملف مشترك، مثل ما قال الأستاذ، ملف مشترك جزائري مغربي تونسي، لما لا ملف مشترك راح يقلب الوضع الجيوسياسي تماما بين الدول الثلاثة هذه وبين الجزائر وبين المغرب بشكل خاص. فالوضع غير الطبيعي هذا، الوضع غير الطبيعي هذا يستوجب أننا ندرس. هناك أمثلة كثيرة جدا على دول كانت بيناتها مشاكل وكانت بيناتها حروب وكانت بيناتها قتلى بالألاف بل بالملايين، وأوروبا أوروبا أمامنا، كوريا الشمالية والجنوبية أمامنا. فلما لا نأخذ نحن العبرة من هذه الدول وندرس ونجلس في طاولة واحدة، المسؤولين الجزائريين ومسؤولين المغاربة، وندرس كيف ممكن أن نتجاوز الإشكال هذا. هذا متعلق بالحديث عن سبل نزع فتيل الصراع بين الدولتين، ربما نبحثه بشيء من التفصيل في المحور الثالث. لكن قبل ذلك أذهب إلى فاس مرة أخرى. فتحي، يعني ما يجعل أو نقاط الاختلاف بين الدولتين أكثر بكثير من نقاط الالتلاق، لكن لو فصلت لنا ما هي النقاط الأكثر التهابا إذا صح التعبير بين الرباط وبين الجزائر؟ ما الذي يخيف كل دولة من الأخرى؟ دعنا نخرج من العاطفة، دعنا نتحدث أرقام ونكون موضوعيين إلى أبعد الحدود. يعني نحن نتحدث عن أن القرار بوتفليقة بمسنة ترشيح المغرب لكأس العالم جاء في حوالي تقريبا 28 من شهر آذار مارس الماضي، ولكن بعد أيام فقط من هذا التاريخ، أي في يوم واحد أبريل، نيسان أبريل، كان هناك تحرك يعني أفراد البوليزاريو على الحدود وتحرك عسكري. وطبعا احتجت المغرب لدى الأمم المتحدة، وذهب وزير الخارجية المغربي واحتج على ذلك وتقابل مع السفير الأمريكي حول الموضوع. أن المسألة ليست مسألة بسيطة، بل أكثر من ذلك. بعد 11 يوم أو قل بعد أسبوعين بالضبط من إعلان الجزائر بمساندة المغرب، سقطت الطائرة العسكرية الجزائرية، وتبين بعد ذلك أن فيها حوالي 27 من أفراد البوليزاريو، وهي طائرة عسكرية جزائرية. يعني ماذا يفعل هؤلاء الجنود الذين هم في المعارضة العسكرية والمعارضة العسكرية ضد المغرب، يعني من الصحراء الغربية، ماذا يفعلون في هذه الطائرة العسكرية؟ فإذا المسألة ليست مجرد يعني
عاطفة. نعم الجزائر ساندت المغرب في هذا الأمر، ولكن ما زالت المشكلة عميقة جدا. المغرب يرى أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة وطنية، بل يرى أنها مسألة أمن قومي. بل أكثر من ذلك، المغرب قدم تنازلات في 2007. المغرب يعني طالب بأن يقع استفتاء في الصحراء الغربية، استفتاء لحصول الصحراويين على الاستقلال الذاتي، ولكن يبقوا ضمن السيادة المغربية. ولكن الجزائر وأفراد البوليزاريو كانوا يعني قد رفضوا ذلك. المسألة عميقة جدا، والمسألة ليست مجرد كرة قدم، وربما حتى لو يعني قدم ملف لاحتضان كأس العالم بين دول المغرب العربي الثلاثة، لا يعني هذا أن مشكلة الصحراء قد انتهت. نعم، مشكلة الصحراء هي مشكلة تؤرق المغرب بشكل كبير جدا، بل ربما يعني قد تبطئ من التنمية التي يسعى إليها المغرب في هذه المنطقة، وربما حتى التنمية في الجزائر أيضا، وربما منطقة المغرب العربي بكل، بل أكثر من ذلك. الاتحاد المغربي عنده أكثر من 25 سنة أو ربع قرن منذ أن تأسس إلى حد الآن، أين هو الاتحاد المغربي العربي؟ ليس هناك. أثرت نقاطا مهمة حقيقة. هذا ما يخيف المغرب من الجزائر، لكن بالمقابل لماذا الجزائر مصرة على دعم البوليزاريو وعلى زعزعة، بين قوسين، زعزعة استقرار المغرب؟ ماذا تريد الجزائر؟ الجزائر تريد أن تبقى قوة، يعني قوة في إفريقيا، وهي طبعا قوة، يعني لا شك في ذلك. هي أكبر دولة إفريقية ودولة غنية، لها من الغاز الطبيعي شيء الكثير، تعتبر من أكبر دول العالم إنتاج الغاز والنفط، وكان باستطاعتها أن تقوم بدور كبير جدا بمساندة المغرب. ما زال المغرب يعيش على الغاز، هذا الغاز القوارير، وتسمع في كل يوم، بل في كل ربما في كل حين تسمع انفجار قوارير الغاز، بينما على الحدود الشرقية الجزائر يعني لها يعني كميات كبيرة جدا من الغاز تستطيع أن تمو بها المغرب، ويعني تخرج المغرب من هذه المشكلة العميقة. ولكن الجزائر يبعا أن النظام الجزائري ما يعني الآن ربما يحاولون أن يخرجون من الحكم العسكري الذي تحكم في الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن، وأعتقد أنه لعله في المستقبل إذا كان هناك سياسيون آخرون ربما يفهمون أنه يعني استمرار مساندة الجزائر لجبهة البوليزاريو التي يعني تكاد تكون قد يعني ليس لها دعم في العالم إلا القليل، والجزائر لو سحبت دعم لهذه الجبهة ودخلوا في استفتاء ربما تحل هذه المشكلة ويصبح لهم استقلال ذاتي، وربما يصبح الاتحاد المغربي منطقة المغرب العربي من أفضل المناطق في العالم، والجزائر بالتالي يكون لها دور كبير جدا وقيمة كبيرة جدا اقتصادية وسياسية ويعني اجتماعية. أعتقد أن الجزائر يجب أن تخرج من هذه الصندوق الأسود الذي وضعت نفسها فيه. الجزائر لا تريد أن يكون هناك ثورات في الدول العربية، يعني الجزائر وقفت ضد الثورة في تونس وضد الثورة في ليبيا، وهي تساند جبهة البوليزاريو، تريد أن تبقى هي المتحكمة في الوضع وهي القوية، ولكن هذه السياسة لا يمكن أن تستمر. دعني أنت ذكرت منذ قليل. نعم، معذرة عن المقاطعة فتحي، يعني ينبغي أن أذهب إلى إسطنبول قبل الفاصل. زهير، يعني بعيدا عن حديث أن الشعبين متآلفين، أن الشعبين متآلفان، وأن الدولتين متجاورتان، وأن الأمور على خير ما يرام، بعيدا عن هذا، ثمة هوة كبيرة بين الدولتين، ثمة ثقة غائبة بالكلية بين النظامين السياسيين في كلتا الدولتين. ما موانع جسر الهوة بين المغرب والجزائر؟ ما الذي يمنع من جسر هذه الهوة وإعادة الثقة بين العاصمتين؟ نعم، هو كما قال ضيفك من فاس، يبدو أن المشكل الحقيقي الذي يؤرق ليس فقط المغرب، وإن المغرب العربي كله كاتحاد مغرب، هو مشكل الصحراء هذا الذي تعتبر أن المغرب هذه صحراء مغربية وداخل السيادة المغربية. يبدو أنه يعني الجزائر تعرف أنه دعمها للبوليزاريو وأيضا حكم ذاتي، يعني تقرير الشعوب، حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذه الشعارات اللي ترفع الجزائر، فاعتقادي أنه هذا هو الذي يشكل عقدة المغرب بالنسبة لعلاقته مع المغرب، وهي التي يعني هذه العلاقة توترت وأصبحت في كثير من الأمور تتوتر. طبعا حال الجزائر تعتبر نفسها غير معنية بهذا الأمر، لكن المغرب مع ما قاله فتحي من فاس بأن الجزائر تدعم البوليزاريو فقط من أجل أن تكون قوة إقليمية، يعني لا تتحقق هذه القوة الجزائرية إلا بإضعاف المغرب.
على أين؟ هو الجزائر من حق أن تفعل أي شيء، لكن أهم شيء هو أن المغرب يقوم بما يجب أن يقوم به. المغرب الآن هي تقوم الآن تجري في إفريقيا كلها شرقا وغربا. الآن تعرف سيد الفاضل أن المغرب هو ثاني دولة استثمارية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. هذا ليس سهل، هذا بمعنى أنه المغرب تحاول الآن حتى مع الدول شرق إفريقيا التي كانت بعيدة عن المغرب، يعني ليست دول فرنكوفونية إنما هي دول أنجلوساكسونية، لأن المغرب باعتبار أنها دول فرنكوفونية أيضا فعل مع مجموعة من الاتفاقيات. نذكر هنا نيجيريا، نذكر إثيوبيا، نذكر رواندا، تنزانيا، مجموعة من الدول زارها العاهل المغربي وتم هناك اتفاقية. لكن كل هذا المغرب يحاول أن يوجد كل هذا زهير معذرة، كل هذا غير ذي جدوى إذا ما قرن بالتفوق العسكري الجزائري. على أي الجزائر في القارة الإفريقية ثالث قوة عسكرية، المغرب هو رابع قوة عسكرية في إفريقيا، يعني ليس هناك فرق كبير. طبعا حال الجزائر عندها قوة مالية يعني تشتري بها الأسلحة كثير، لكن المغرب أيضا هو عنده قوة عسكرية يعني لا يستهان بها. وفي اعتقادي أنه نحن عندما نتكلم على كأن هناك حرب ستشتعل، نحن نتمنى هناك حرب باردة بين المغرب والجزائر، نعم هذا، لكن نتمنى أن تكون الرياضة هي وسيلة وآلية وميكانيزم من أجل تجاوز هذه الخلافات السياسية. هذا الذي ما نريده، تنظيم كأس العالم 2026 في اعتقادي أنه أعطى بوادر للرياضة. هل يمكن للرياضة أن تفعل ما تفعله من تقريب وجهات النظر والوفاق بين دولتين مثل الجزائر والمغرب؟ هل للرياضة هذه السطوة برأيك بكثير من المنطقية والموضوعية؟ طبعا سيدي الفاضل، احنا أنا أذكر لك مثال في السبعينات من القرن الماضي، هناك تقارب ما بين أمريكا والصين فيما يعرف برياضة بيج بونج، كانت تقارب في إطار الحرب باردة وكثير من الإشكالات كانت، فكانت هذه الرياضة سبب من سبب التقارب ما بين الشرق والغرب. في اعتقادي أن الرياضة ممكن أن تكون صحيح، ممكن أن حتى تكون حتى لو كانت الرياضة تسير في فلك السياسة كما أقر بذلك محمد وعراب. على أي هل أعطيك مثال آخر سيد الفاضل باش يتضح الأمر؟ الآن عندما نرى قطر، تعرف أنه هذا خلفان بتاع الإمارات صرح بأنه سبب حصار قطر هو أن لو أن قطر تخلت على تنظيم كأس العالم 2022 لتم رفع الحصار عليها، بمعنى أنه السياسة داخلة في الرياضة إلى العمق، بمعنى أنه كيف نرى هذا الأمر. إذا شفنا هذا السياق الذي بتاع الخليج العربي وعلاقة قطر مع دول الخليج العربي وحصارها، نرى أن مقارنته بالموقف الجزائري، نرى أن الموقف الجزائري في إطار الصراع السياسي التاريخي ما بين الجزائر والمغرب، نعتبر أن هذا موقف في اعتقادي جد مشرف بغض النظر عن الحيثيات والتفاصيل والأشياء الأخرى. في اعتقادي أنه ممكن أن يكون حلقة من حلقات التواصل، حلقة من حلقات تطبيع العلاقات. طبيعة الحال الأمر ليس سهلا، ولكن هي درجة وتراكم ممكن أن نستفيد منه من أجل المستقبل. نعم. يعني قبل أن نذهب إلى الفاصل محمد، يعني هل ينبغي للجزائر أن ترفع يدها عن البوليساريو حتى يتحقق شيء من الوئام بينها وبين الرباط؟ قبل هذا أريد أن أوضح نقطة سريعة في أقل من نصف دقيقة. الأستاذ من المغرب من فاس تتكلم على وجود بعض أفراد البوليساريو في الطائرة الجزائرية المنكوبة. صحيح أنه في أفراد من البوليساريو، بس ما في ولا واحد متكلم على أنهم هل هم مدنيين أم هم عسكريين، لأنه الذي لا يعرف المطار البوليدة الذي هذا المطار هذا العسكري، المطار البوليدة هذا يركب فيه الناس المدنيين ويركب فيه الناس العسكريين، بمعنى العسكريين وأهاليهم. لكن سبعة وعشرون مدنيا مجتمعون في طائرة جزائرية عسكرية، يعني طبعا كيف يكون ذلك؟ البوليساريو في النهاية هم يعيشون داخل، أو عدد كبير منهم يعيش داخل الجزائر، ودخل وتنقلوا داخل الجزائر يتنقلوا بشكل طبيعي وبشكل عادي، ما في مشكلة. يعني طائرة عسكرية؟ نعم في طائرة عسكرية، ما في مشكلة. لماذا ليس في مدنية؟ نعم لماذا ليس في مدنية؟ هذا اتفاق بين الجزائر وبين البوليساريو، وهذه تفاصيل مش يعني ليس الوقت ولا المكان مناسب. هل ينبغي للجزائر أن ترفع يدها عن البوليساريو حتى يعني كإجراءات بناء ثقة بين الطرفين، وهل يمكن أن تفعل ذلك الجزائر؟ أنا الذي أقول أنه ينبغي على الجزائر كما على المغرب أن يتخذوا قرار حقيقي من أجل حل هذه الإشكال، لأنه إلى الآن ليس هناك قرار حقيقي سيادي من الطرفين من أجل حل الإشكال هذا، فكل واحد يرمي بالكرة إلى الطرف الآخر، فواحد يقول أنه المغرب يجب أن تحرر، والمغرب يجب أن يعطى استقلالها أو تعطى في إطار مبادئها التي تتكلم على حرية الشعوب في اتخاذ قراراتها، وهذا الطرف الجزائري. في نفس الوقت المغرب مصرة على أن الصحراء هذه امتداد لها وهذه جزء من الأراضي المغربية.
المغربية، وأي حديث على استقلالها أو نزعها هو حديث عن السيادة الوطنية. فبما أنه إلى الآن ما في قرار سيادي حقيقي بين القصر المرادية في الجزائر وبين المخزن في المغرب، ما في قرار سيادي من أجل جلوس حقيقة ومناقشة الموضوع هذا، سوف نبقى سنة وسنتين وثلاثة نتكلم في نفس الموضوع. سنبحث هذا أيضا في المحور الأخير. نتوقف مع فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم، وهو مخصص الحديث عن سبل جسر الهوة بين المغرب والجزائر. فتحي، بالنظر إلى طبيعة المنطقة العربية والتكوين النفسي لشعوب هذه المنطقة وآلية العمل السياسي وطبيعة الأنظمة السياسية، بالنظر إلى كل هذه المعطيات وبعيدا عن لغة المجاملة التي أشهد لك بأنك تمتعت بلغة موضوعية، يعني هل يمكن للرياضة في هذه البقعة الجغرافية وهذا التكوين النفسي وهذه الأنظمة السياسية أن تفعل فعلا سياسيا ما من قبيل التقريب بين دولتين مثل المغرب والجزائر؟ يعني إلى حد ما حقيقة أخي جهادي، إلى حد ما هذه المسألة ممكن أن تقع، يعني وإن كانت الرياضة ليست دائما حلوة، ويعني ما شاء الله كل الأمور على أحسن ما يرام. وذكرتم في مقدمتكم المشكلة التي حدثت بين الجزائر ومصر وكانت تؤدي إلى قطع العلاقات، بل سحبت السفراء يعني بسبب مباراة كرة القدم. ويعني ليست الكرة دائما والرياضة دائما هي سبب في جلب الخير، قد تكون في سبب في جلب المصائب في بعض الأحيان. المشكلة هي لا تحل لأن الجزائر وافقت على ترشيح المغرب بهذا الأمر بهذا الفعل البسيط، وإنما كما ذكر حتى ضيوفكم الكرام، المسألة تعود إلى عقود وهذه فيها تراكمات كبيرة جدا وفيها عدم ثقة بين الطرفين. أنا أقول يعني المغرب كما ذكرت في البداية قدمت اقتراحات للاستفتاء الذاتي، يجب على الحكومة الجزائرية النظام الجزائري أن يضغط على البوليزاريو من أجل أن تحل هذه المشكلة. وهذه المشكلة يعني طال أمدها، طال إلى حد أنه أصبحت يعني لا يمكن أن نقبل أن تقطع الحدود بين جارين متقاربين تقريبا في كل شيء. يعني الحدود الجزائرية المغربية مغلقة من أكثر من 24 سنة الآن، من 1994 حقيقة. فتحي يعني هناك يعني معذرة، يعني ثمة يعني انفصام بين العلاقة السياسية بين الدولتين وبين المزاج الشعبي، يعني بمجرد الإعلان عن دعم ملف المغرب سارع الجزائريون إلى تأليف أغنية لدعم المغرب، حملات شعبية لدعم ملف المغرب. يعني كيف يعني يمكن يعني تفسير هذا الأمر، البعد السياسي عن المزاج الشعبي فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولتين؟ كيف يمكن الاستفادة من هذا المزاج الشعبي الرياضي لتطبيع العلاقة بين دولتين عربيتين؟ لا، انت عندما يذهب المغاربه الى الجزائر يرحب بهم في الجزائر من قبل الشعب الجزائري، وبالمثل عندما يأتي الجزائريون إلى المغرب يرحب بهم، بل هناك من الجزائريين من هم يقيمون في المغرب بعائلاتهم متزوجون من يعني نساء مغربيات أو العكس أيضا في الجزائر. الشعوب هذه دائما في روابط قوية جدا تربطها. أنت لو تشاهد يا أخي كيف ساند الشعب الجزائري في المقاهي الفريق المغربي بشكل يعني رهيب جدا، وكيف ساند الشعب المغربي فريق كرة القدم التونسي والمصري، ولكن للأسف يعني عندما لعبت السعودية مع روسيا الكثير، لا أريد أن أقول غالبية، وإنما الكثير من المغاربة وقفوا مع الروس ضد السعودية. نعم. يعني طيب. نعم، العاطفة موجودة عند هذه الشعوب، وضحت. تقترب وتبعد من حين لآخر، ولكن نعم. المشكلة عند السياسيين وعند الأنظمة بشكل تحدثنا أول. كثيرا زهير في أسطنبول، تحدثنا كثيرا عما ينبغي أن تقوم به الجزائر لتطبيع العلاقة وتلطيف الأجواء بين الدولتين، لكن ماذا عن المغرب؟ ماذا بجعبة المغرب أن يقدمه لتهدئة الأجواء مع الجزائر؟
على أي المغرب في اعتقادي في دبلوماسيته نرى أنه يعني يحاول ما أمكن أن تكون علاقته مع دول الجوار يعني حسنة. طبعا الحال عندما جاء العهد الجديد كما نسمى في المغرب حاول ما أمكن أن تكون هذه العلاقات جيدة مع دول الجوار، ونحن في السياق نمشي في هذا السياق في اعتقادي باش نكونوا صرحاء، يعني باش في اعتقادي أن الكرة القدم ممكن أن تكون وسيلة لتحسين هذه العلاقات. كرة القدم ممكن أن تكون وسيلة لتحسين يعني هذه العلاقات. ممكن أن تكون وسيلة لكن كيف؟ نعم طبيعة الحال اليوم عندما نتكلم على تنظيم كأس العالم كما قلت لك 2030 ممكن أن يكون، لأن ممكن أن يكون هناك تنظيم مشترك كما حدث ما بين أمريكا والمكسيك وكندا. نبتعد عن الخلافات السياسية لأنه العائد مثلا الاقتصادي والسياحي والاجتماعي لهذه المقابلة لتنظيم كأس العالم يكون كبير جدا وحتى السياسي. نعطيك مثال، العائد الاقتصادي مثلا لألمانيا كدولة التي نظمت كأس العالم كان تقريبا 9 مليارات دولار، جنوب افريقيا 5 مليارات دولار، اليابان وكوريا الجنوبيه كانت تقريبا 12 مليار دولار، بمعنى ان هناك عائد اقتصادي مهم جدا بالاضافه الى اصلاح البنيه التحتيه والمستشفيات والمجموعه من الامور. فاعتقادي هذه الاشياء لا شك انها تجعل تحسن في الشعور العام للشعب لا المغربي ولا الجزائر وحتى التونسي إذا تم تنظيم هذا كأس العالم بهذا الشكل. فاعتقادي أن طبيعة الحال الرياضة غير كافية لكن وسيلة وميكانيزم أساسي جدا في تحسين هذه العلاقات السياسية التي لم يستطع السياسيين مع الأسف عبر التاريخ منذ 40 سنة ما بين المغرب والجزائر إلى تقريبها وإلى تطبيعها. ربما تكون الرياضة وسيلة من الوسائل في اعتقادي. هذا في اعتقاد زهير عطوف من اسطنبول، لكن ماذا عن اعتقادك أنت كإعلامي وناشط سياسي؟ ما الآليات الكفيلة بانسحاب حالة الود والتآلف والوفاق بين الجزائريين والمغاربة كشعبين، انسحاب هذه الحالة على النظامين السياسيين؟ الآليات الوسائل. والله أنا لا أحب مصطلح شعب جزائري وشعب مغربي لأنه في العمق وفي الحقيقة إحنا شعب واحد بصراحة. طيب. حتى لهجة يعني حتى لهجة الشعب الجزائري لهجته تقريبا نفسها لهجة الشعب المغربي، فالترابط بيننا كبير جدا جدا إلى درجة يعني مش ممكن تقطعها علاقات أو قطع علاقات سياسية بين أنظمة بين النظامين الجزائري والنظام المغربي. أنا أدفع في اتجاه الذي قاله الأستاذ زهير، هو على أننا نأمل أن تكون الرياضة وسيلة أو رياضة وسيلة من أجل ردم الهوى ولو قليلا بين الأنظمة العربية عموما وبين النظام الجزائري والنظام المغربي، بما أنه موضوع النقاش. فكرة تنظيم كأس عالم مشترك أو التقدم بملف يعني حتى في حالة ما إذا لم نفز بهذا الأمر، هذا الفكرة بحد ذاتها فكرة محفزة وفكرة رائعة قد تساهم في حلحلة بعض المشاكل المتعلقة بين الجزائر وبين المغرب. الفكرة بذاتها لن تسهم في فعل أي شيء إذا لم يكن وراءها قرار سياسي. نعود إلى المربع الأول وهو السياسة. طبعا أكيد يعني أنا قلت في البداية وممكن وأختم بها الآن، لا يوجد سواء في الدول العربية أو الدول الأوروبية أو حتى فيفا شيء يسمى فرق أو تمييز بين الرياضة والسياسة. وأكبر دليل على هذا رئيس الفيفا الآن يرجل منصبه سياسي وليس منصب رياضي. رئيس الفيفا الآن كجهاز رياضي عالمي يعني قوته صارت كقوة الأمم المتحدة تقريبا، وكان في الشق الرياضي تتدخل في شؤون الدول وتعاقب دول وترضى عن دول، فالأمر ليس بهذه السهولة. أنا عندي رسالة في أقل من نصف دقيقة إذا تكرمت ونقولها بالجزائرية حتى يفهمنا إخواننا الجزائريين ويفهموا إخواننا التوانسة والمغاربة. إحنا في نهاية الأمر إحنا جزائرية وتوانسة والمغاربة إحنا شعب واحد، يعني مهما حاولوا الناس يحاولوا يفرقوا بيناتنا، مهما حاولوا الناس أو مهما حاولوا بعض الأخطاء السياسية تاع حكامنا أنه يبنيوا بيناتنا عداوات، إحنا شعب واحد. إحنا نشجعوا نفس لعب الجزائر في كأس العالم، إحنا سيبورتي والجزائر، لعب تونس سيبورتي وتونس، لعب المغرب سيبورتي والمغرب، وربي إن شاء الله يعني يجي وقت ويجي نهار وينتصروا دولة منصروا على الأقل في وفاق زي ما هي الدول محترمة بإذن الله عز وجل. ونحن بدورنا نرجو ذلك. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام يعني وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في ختامها ضيوفي معي في الاستوديو محمد وعراب الإعلامي والناشط السياسي الجزائري، ومن اسطنبول كان معنا زهير عطوف الباحث والمحلل السياسي، ومن فاس في المغرب عبر سكايب كان منضما إلينا فتحي المسعودي الخبير في الشؤون المغاربية. كل الشكر لكم أنتم مشاهدينا، أنتم من يستحق الشكر الأكبر على المتابعة. إلى اللقاء.